ماما قليلي قديش لسه بدك تخانقي الناس؟ انتي بتقدري تستمري بهالطريقة هاي؟ اليوم خالت مهك كانت عم تسألون مين بكون أنا، والكل سأل بنفس الطريقة. ماما رح تمنعي الناس من هذا الحكي؟ بس ما فيكي على هالشي. انتي شو عم تحكي؟ أنا مستحيل اسمح لحدا يحكي عليكي كلمة أو يزعجك. انتي بنتي. ايه ماما كلامك صح، بس فكري بهالموضوع منيح، انه مهك بتكون وحدة من العيلة، بس خالتها كمان ما عم تصدق انه في حدا عايش معكم، وهذا الحدا بيكون بنتك. بعرف انه كانت مستغربة من الوضع، بس ما معها حق تحكي اي شي بهذا الموضوع. انا ما بتفرق معي شو رح تحكي الناس ورأيهم، حكي الناس اخر همي، بس اذا عيلتي وقفت ضدي معناها شو لهم فايدة؟ ماما خلص بنتي، أنا بتصرف، انتي رح تبقي عايشة هون وما رح تروحي، هذا بيتي وانتي بنتي، هذا قراري الأخير. صح معك حق، أنا بعتذر منك عن تصرف خالتي، عن جد أنا كتير آسفة، ما بدي اياكي تنزعجي، بترجاكي. ماما بترجاكي ما تنزعجي من مهك، هي ما لها ذنب بشي. أنجلي عن جد أنا آسفة، أنا ما توقعت إنه خالتي تتصرف بهالطريقة هي. مهك ما في داعي إنك تعتذري مني، هذا مو غلطك ومو غلط أي حدا فيكم. أنت شيلي هاي القصة من بالك رجاءً، لو سمحتي مشاني. نسيت الملف. خالتي انتي هون؟ استني، لوين رايحة؟ اجيت شوف مهك، كان لازم احكي معه. بعد اذنك لازم روح، ما رح ضل هون بنوب. خالتي قليلي بشو عم تحاولي تفكري يا مرتي وحبيبتي مهيك؟ لا ولا شي. ليش قلقاني؟ احكي. اول شي وعدني انك ما تعصب ابدا. ايه اكيد، يلا قولي. هلا خالتي كانت عرفت بموضوع انجلي، خالتي دولي خبرتها، وبرأيي أنه ما فكرنا بالموضوع قبل ما نقرر أنه نجيب أنجلي على البيت لعنا. شوريا بترجاك لا تزعل. إيه؟ اسمع، خالتي كانت حكت الشي اللي بتشوفه صح، دولي الصفل. بس ليش عم تحكي بالموضوع يعني؟ مفكرة أنجلي ما بينوثق فيها، أنجلي ما ساوت أي شي غلط، وبعدين أمي رح تنجرح إذا عرفت بالموضوع. شوريا لا تزعل هيك، اسمع، هاي مشاكل بتصير بأي عائلة بالدنيا. لكن وعديني إنك تروحي لعند خالتي وتشرحي لها كل الوضع اللي صاير وليش أنجلي موجودة هون. صباح الخير يا أحلى بنوتة، قومي يلا. صباح الخير مهك، يسلموا. بس ليش معزبة حالك؟ لا تتصرفي برسمية، نحن مو بيناتنا.
وهلا ليش هالبطاقة انت حاططيها هون؟ يا عم خبيها او رميها. ماشي، نحنا حطينا الفطور، روحي غسلي وشك والحقيني. شو ما جهزتوا حالكم؟ لسه انا رايحة، بعد شوي بشوفك. صباح الخير يا بنتي، بتمنى لك الخير. استني أنجلي، بعائلتنا نحن البنات ما بينزلوا، انت بنت لطيفة كتير. ماما بس مهك هلأ مهك؟ ايه شافت بطاقة الميتم وتاريخ ميلادي بس ما عايدتني أبدا، ما بعرف ليش هيك تصرفت. ليش ما هيك تصرفت هيك؟ طيب ولا يهمك بنتي، أكيد ما انتبهت على تصرفها. ايه معك حق، بعتقد إني عم بالغ، لو أنها انتبهت بتعايدني. ايه طيب، مو اليوم عيد ميلادك حبيبتي؟ وهالمرة رح نكون كلنا سوا، لكان خلينا نحتفل مع بعض وننسى كل شي ونعمل شي جديد. يلا جهزي حالك. ماشي رايحة جهز حالي. لأول مرة بنتي معي بعيد ميلادها، رح نحتفل بطريقة مميزة كتير. خالتي انتو رح تطلعوا هلأ؟ ايه رح اخدها مشوار تشوف المدينة. ايه حلو كتير، رح نرجع على البيت بعد ما نتمشى وناكل كمان. انا كنت عم اسال لشوف اذا كنتوا رح تتاخروا، لانه شوري اتصل فيني من المطعم وطلب مني اني روح لعنده مشان الشغل. ماشي بنتي، رح نوصل مهيك على المطعم وبعدها منروح مشوارنا. ايه طيب امي، مثل ما بدك. منروح؟ يلا يلا. أهلين شوريا. إيه فوت بعد شوي لأني وصلت على المطعم. طيب بس دقيقة. خالتي شوريا بده ياكي تفوتي كمان. بده ياكي تستني شوي لبين ما يوقع شوية وراق. مهيك خلاص بكرة، اليوم ما بقدر لأنه تأخرت، نحن لازم نروح فورا. لا ما رح نأخرك كتير، مهيك خليها لبكرة. بس شوريا مصر إنك تفوتي، لو سمحتي. أنجلي تعالي معنا شوي، امشي. هلأ بيلغوا الحجوزات، تعالي يلا. يلا فوتوا تعالي. شو مهيك؟ شو ما في كهرباء؟ مفاجأة! عيد سعيد! عيد سعيد! عيد سعيد! كل عام وانتي بخير! كل عام وانتي بخير! عيد سعيد لإلك! عيد سعيد أنجلي. شكرا كثير شوريا. فاجأة كثير. أنا اليوم فهمتها غلط لمهيك، هي حضرت مفاجأة مشان عيد ميلاد أنجلي. مهيك أنا آسفة لأنه أنا حكيت معك بطريقة سيئة، كنت معصبة، أنا نسيت أنه عندي أحسن كنة. أكيد بدي يكون أحسن من أفضل كنة بالعالم، لأنه أنا بالأصل عندي أفضل حمايل. يلا عيد سعيد يا شكراً كثير لإلك. العفو. شكراً شكراً. عيد سعيد، كل عام وأنت بخير.
هيك؟ شكرا كثير لك، هي احلى مفاجأة بحياتي كلياتها، واول مرة عيدي بيكون حلو هيك. يسلموا، شكرا مرة تانية. هاد ولا شيء ابدا، انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. عيد سعيد حبيبتي. شكرا. يلا تعالي. كرونا ليكي، ما كان في داعي اني اتصرف بهالطريقه. لو سمحتي لا تحرجي، ما كان لازم احكي هيك، انا اسفه. بتمنى تضلوا دائما بخير وسعاده سوا. شكرا لك. بتمنى ما تنزعجي مني وإنك تنسي يلي صار بيناتنا. تفضلوا، صار وقت تقطيع الجاتو. شفتي أنا شو بتمنى لك الفرح والسعادة لقلبك، وإنك تعوضي عن كل شي عشتي من قبل. بكفي اللي صار فيكي واللي انت عشتيه من قبل. رح تضفيه. يا سلام. شفت عيني. يلا. شي حلو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. أنجلي. أي أخي. هاد إلي. بتمنى تكوني انبسطتي بهالحفلة. هالهدية الصغيرة جبنا لك إياها، بتمنى تحبيها. بتشكركم مهك وشوريا، بس هاي الهدية غالية كتير علي. ليكي، هاي الهدية مننا لإلك. يلا قولي لي شو عجبتك ولا لا؟ عن جد كتير حلوة، شكرا لإلك. انتي لازم تنبسطي انه عندك هيك اخو هيك كبير. انتو الاثنين كتير فاجأتوني، عملتوا هالحفلة الحلوة بدون ما حدا يعرف اي شيء. خالتي، هالمفاجأة مو بس لأنجلي، وكمان لإلك انتي. شوفي قديش ابو مسعود. اسمع انت، ليش عم تتطلع؟ هاي مناسبة حلوة، يلا حط لنا موسيقى، بدنا نتسلى. لوين راحت أنجلي؟
بيخطر لك اتركك؟ مثل ما بتعرفيني اني شخص سيء، مو هيك؟ بتعرفي انه انت كمان وحده مو منيحه وسيئه؟ مو صح هذا الحكي؟ شوريا، شفت لأنجلي شي؟ لا. اسمعيني مهيك، لا تخبري أي حدا، خاصة أمي. أنا رح لاقيها. أكيد ما بتكون بعدت كتير. إيه. أنت شوفها هون وأنا رح دور هنيك. يا ترى وينها؟ أخذتني من الحفلة، يمكن حدا ينتبه. الكل بالحفلة هلأ ورح يبلشوا يدوروا علي. إذا بدك تحتفلي بميلادك بدوني روحي. ما بظن في ناس مبسوطين مثلي. أخي غني كتير ومليونير كمان، وشوف هداني هاد العقد من الألماس. اللي بدي إياه هلأ أنه كل الناس هنيك يصدقوا أنه بيحبني وبيهتم فيني. ممتاز. هذا الشيء بيكفي خلص. أصلاً أنا ما بدي هدايا غالية كتير، أنا هدفي أخذ حصتي من الأملاك وعن قريب. إيه وطبعاً أنا معك. ما بدي أكون معتمدة على أي حدا نهائياً، ماشي؟ وقت بتصيري عدائية ما بتعرفي قديش أنت بتحلي بعيني بهاللحظة، بس ما بقدر بدونك. عنجد؟ إيه. ودخلك كيف طالعة بهدول التياب حلوة؟ أنت هلأ كتير طالعة حلوة، بس القصة ما بتاخد أكتر من هاليومين أو التلاتة، يعني بالكتير تلاتة. وبعدها ما في داعي إني ضل البنت البسيطة الطيوبة الضعيفة. أول ما رح أسرقهم رح أقدر إني ألبس يلي بدي إياه، ومشان عيلتي اللي غلطت عمرة ما يعرفوا غلطهم معي، رح أضطر ضل عم أتصرف كبنت بسيطة وضعيفة. أنجلي، أنا آسفة. ولا يهمك. أنا البنت الوحيدة، برغم إنه أمي عايشة هنن رح يدفعوا تمن كل دمعة نزلت من عيوني، خصوصاً أمي كمان رح دفع الثمن. هي ليش لتطلع لبرا؟ بعتقد إنها جوا. دورتي بالحمام شي؟ ايه طبعا. شو هالنسوة؟ طيب نحن ليش ما منتصل فيها؟ أنا رح أتصل. خبرني شو الخطة؟ الخطة؟ ايه لا. شوفي شوريا، التليفون عم يرن هنيك. شوريا خلينا نشوف. ايه يلا. أنجلي؟ 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 أنجلي ردي علي. أنجلي مهيك رح جيب مي.
أنجلي حبيبتي ردي علي. أنجلي أنجلي شو هالصوت هاد؟ استني أنا رح روح شوف. شوريا انتبه بترجاك. إذا سوراج انكمش كل الخطة رح تخرب تماما. بتمنى ما يقدر يمسكه. أنجلي أنجلي أنتي منيحة؟ منيحة. بس شو اللي صار؟ شو اللي جابك لهون؟ الحارس بالميتة ما اتصل فيني وقتها، طلعت لبرا لحتى رد عليه وشم شوية هوا نظيف وحسيت حالي ضخت. هوا نظيف؟ أنتي اجيتي لهون لتشمي هوا نظيف؟ ايه مهيك. شوفي كنت بوقتها عم اتمشى، بس انا ما بعرف كيف قدرت اوصل لهالمكان، ما بعرف حاسة حالي تعبانة. خلينا نروح انجلي، لا تخافي يلا. بنتي انتي شو حاسة؟ يمكن نزل السكر عندك، شو رأيك تاكلي شي حلو؟ حدا يجيب كاسة ليمون وشي لحتى تاكله بسرعة. انجلي بنتي انتي شو حاسة؟ بدك اتصل بالدكتور؟ لا ماما ما في داعي، انا صرت منيحه. خلص اهدي بنتي. خلص بنتي لا تخافي ابدا. كارونا اختي كان اليوم كتير حلو، صار لازم نروح. ايه ونحن رح نروح. انجلي نمشي؟ ايه اخي قومي. يلا باي. ايه خالتي اتصلي فيني بس توصلي. ايه باي خالتي. يلا حبيبتي خلينا. باي. يلا ما هيك. هذا كان سوراج، شو جابه لهون؟ معقول أنا أكون مخربطة فيه؟ شوريا الدكتورة خبرتني إنه ما في أي شيء بيخوف، لهيك لا تقلق، هي منيحة ومثل ما بتعرف إجينا لهون مشان نهتم فيها ونخليها ترتاح. إيه مزبوط، خبروني بكل شيء بيصير. أنجلي متوترة شوي، لازم ترتاح أعصابها وتبقى بدون ضغوط كمان. بالإذن أنا رايحة. شوريا ما في داعي إنك تشغل بالك، هي بس بحاجة للمحبة والاهتمام وأكيد رح تتحسن. يمكن معك حق، بس لازم ننتبه لأنه أنجلي متوتر. شو القصة؟ أنجلي رح تتحسن؟ إيه خالتي كل شي منيح، ما في داعي إنك تخافي، هذا اللي كنا عم نحكيه أنا وشوريا، هي أكيد رح تتحسن. سوراج كل شي عم يمشي مثل ما خططنا له، بكرة مرت أخي مهك رح تنصدم كتير. شوريا أنا رح ضل بالبيت وانتبه على أنجلي، لهيك ما رح روح على المطعم، معلش حبيبي؟ إيه
ألو؟ ألو مدام؟ أنا عم أتصل فيكي من مجلة المرأة العصرية. إيه تفضلي. مدام بصراحة نحن عم نكتب مقالات عن حياة نساء ناجحين عايشين بمدينة دلهي، ولهيك حابين نعمل معك مقابلة. أنتي فيكي تحكي مع زوجي بهالموضوع. في وحدة من مجلة المرأة العصرية بدها تحكي معك. ألو أستاذ، المدام مهيك حققت نجاح خاصة بآخر فترة، وهي طلعت بالأخبار أكثر من مرة. بصراحة نحن عم نفكر نلتقي فيها مشان نكتب قصتها إذا في مجال. ولازم المقابلة تكون اليوم إذا عندكم وقت. إيه ولا يهمك. أنا ولا مرة عملت مقابلة من قبل. ما في شي غير إنك تجاوبي مو أكتر، وهيك عرض ما بيرفض، لهيك وافي. ايه تفضلي. ألو مدام، فينا نزورك اليوم مشان نعمل هاي المقابلة؟ بصراحة مدام نحن بنعمل هيك مقابلات ببيوت الشخصيات لحتى يضلوا قدوة للعالم. انتو ايمتى رح تجوا؟ مدام بدنا نص ساعة تقريبا، ورح ننشر المقالة بكرة. ماشي. مدام في ناس اجوا مشان يعملوا المقابلة. المقابلة؟ أنا بعتذر، هنن إجوا لحتى يعملوا مقابلة معي. أنا ما قدرت خبرك لأنه هالشي صار الصبح بكير. أنتوا قلتولي إنه رح تجوا بعد نص ساعة. مرت أخي، هذا خبر حلو كتير. أنت عندك مقابلة؟ ليش تأجي؟ جهزي حالك، أنا حابة أتفرج على المقابلة، رح أتسلى كتير. أكيد. مرت أخي، أنا رح خلص فطوري هلأ، وأنت روحي البسي الساري لأنه بيلبق لك كتير، وبالمناسبة هيك فرصة ما بتتفوت. مدام بعدي شوي على يمينك وفتلي شوي على يسارك. عادي مدام. مدام كنا، احكي لنا تفاصيل عن عاداتك اليومية. حضرتك وين بتقضي معظم وقتك كل يوم؟ وشو بتحبي تعملي بحياتك غير الطبخ؟ يعني شو بدي احكي عن عاداتي؟ منفطر الصبح بكير مع العيلة، وبعدين بروح مع زوجي على الشغل، ومنرجع بالليل. ومكاني المفضل هو طاولة الأكل، أكيد لأنه كل عيلتي بتجتمع حواليها ومناكل مع بعض. وشي اللي بحبه غير الطبخ هو الوقت اللي بقضيه مع عيلتي، عن جد بحبه. يعني عايشين ببيت العيلة، بدي تحكي لي عنهم شوي. ووصلنا خبر في حدا رجع من جديد على هي العيلة. مو غريب انه عندك بنت احمى ما كنتي بتعرفي عن هالشي؟ احكي لنا عن قصتها. مدام مزبوط انه هي ربيت بميتة؟ يعني ما في حدا منكم اعترف فيها؟ لحظة شوي، شو هالاسئلة اللي عم تسأليها؟ مدام انا بتهمني هاي المواضيع، ما قلتي لي كلامي صحيح؟ بنت احماكي هي ابنة غير شرعية؟ كمان سمعنا انه هي كانت عايشه لحالها بمومبي. انتي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ من وين جبتي هالحكي؟ مدام انتو متاكدين انها بتنتمي لهي العيله؟ قصدي عندكم شي دليل يعني؟ خلاص سكتي. ممتاز سوراج، وهلا اجا دوري. أنجلي. 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 أنجلي شو صار لك؟ أنجلي اتصلوا بالدكتور. أنجلي ما عم بتفيق. مهيك شو اللي عملتي؟ الدكتورة ما قالت لك هي ما بيصير تتعرض لأي ضغط؟ ليش عملتي هيك؟ ليكي هي غابت عن الوعي هلا. خلص وقف. شو كنت عم تحاول تصور؟ شوريا اتركوا لو سمحت. شوريا شو صار؟ يا ابني ما بيصير تعمل هيك، خلص اتركوا، يلا اتركوا.
اترك الكاميرا. شوريا شوريا، شو كل هاد؟ انت شخص سيء كتير، انا رح اشتكي للشرطة. روح اشتكي، وقتها رح خبرون انتو شو اجيتوا عملتوا ببيتي، وانا ما رح انسى ابدا كل شي قلتيه بهالمقابلة. امشي خلينا نروح. معقول انت ما فيك تسيطر على اعصابك؟ اللي ليش كل مرة بتعمل لي مشكلة؟ المشاكل ممكن تنحل اذا انت حكيت برواق. هدول ما عندهم ذوق ابدا يا مهك، أنجلي فقدت الوعي ومع هيك كملوا تصوير المقابلة. شوريا، بس هذا الوقت مو وقت حكيك، نحن لازم نفكر بأنجلي ونتصل بالدكتور بسرعة. أنا رح أتصل بالدكتور. أنجلي بنتي، أنتي منيحة؟ ارتاحي. دولي جيبي ماي وأنا رح جيب الدواء. شوريا، هذا دواء خاص، بالعادة الأدوية تنعطى مشان يتحسن المريض، بس هذا الدواء رح يخليني أسوأ. دكتورة قولي لي أنجلي فيها شيء؟ هي أغمي عليها كذا مرة، أنا قلتلكن لازم تنتبهوا عليها منيح، بس أنتوا عملتوا العكس وحطيتوها بجو كله ضغوط مرة تانية، وضعها صار سيء كتير. أنتوا لازم تنتبهوا عليها أكتر، أنجلي لازم تضل بعيدة عن كل أشكال الضغوط، وإلا هي رح توقع بأزمة، فهمتوا؟ ماشي. مهك بنتي، ليش عملتي هيك؟ كنتي بتعرفي وضع أنجلي كتير منيح، ليش خليتي جماعة التلفزيون يجوا؟ أختي شبك، مهك ما كانت بتعرف شو هي الأسئلة، ليش عم تحاسبوها؟ أنا ما عم حاسبها بنو، بس عم نبهها، يعني بس لو هي كانت منتبهها أكتر ما كان صار شي. أنجلي مسكينة وبكفيها كل شي صار فيها لحد هلأ. خالتي كان معها حق، مهك مو غلطاني أبدا، ما كان بدها تعمل هالمقابلة، أنا اللي أقنعتها لأنه عملت أكتر من مقابلة، بس أول مرة بيتصرفوا بهالشكل، أكيد في عندهم هدف. أنت منيحة أنجلي؟ أمي أنا فقدت الوعي مرة تانية، ما بعرف ليش هيك عم يصير معي، أنا آسفة لأنه عم خليكم تتلبكوا فيني دائما. شو هالحكي؟ لا تعتذري، المهم إنه صرتي أحسن. كنا خايفين عليكي كتير. مهيك لا تقربي. انتي لازم تديري بالك، خفت عليكي يا بنتي، ما عاد بدي اخسرك. تعرف سوراج، خطتنا عم تمشي مثل ما بدنا، مو بس هيك، بدنا خطة تانية. نحن لازم نعمل شي مشان نخلي تأثير شوريا ومهيك على العائلة أقل، مزبوط؟ حبيبتي أنا ما فيني إني أتصرف بطريقة منيحة على طول، بدي أتصرف على طبيعتي، لهيك كمان أنا لازم كون جنبك هلأ، مو هيك؟ مع هدول الناس بترجاكي تعالي لهم، ما بقى فيني أتحمل بدونك. واضح إنك مشتاق لي كتير هاي المرة، رح شوف.
انت لوين رحت؟ اسمعيني، صار عندي شغل، انت لازم بأي طريقة تجي لعندي لهون. ماشي، بشوفك اليوم على العشاء. سلام، هلأ لازم ارجع على شغلي. سلام. خالتي شو عم تقولي انتي؟ أنجلي مريضة كتير، بعدين ليش لحتى تعمل فيكي هيك؟ قليلي ابني، أنا ما عم كذب عليك، شفت أنجلي بعيوني وهي عم تزت الزريعة، ما بعرف إذا صدفة أو قصدك، أكيد في شي غلط. مو معقول، مو معقول هالوجع. خالتي حطي هذا الدواء رح تتحسني. ما هيك حطي لي، لأني ما رح أقدر حط لحالي. ماشي أنا بحط لك يا. انتبهي انتبهي، ايدي عم تجاني كتير. ما هيك انتي بتعرفي اني ما بكذب، ما هيك؟ خالتي كأنه صاير معك شي؟ لا ولا شي، هي وقعت على ايدها. كل اللي بالبيت متوترين ومو مرتاحين ابدا. انا برأيي إنه نغير الجو شوي. شوريا، عم فكر إنه نروح مشوار سوا. أو فينا نروح شي رحلة مع بعضنا، وأنجلي رح تنبسط أكيد وبتشوف المدينة، وكمان منروح منتغدى، شو رأيكم؟ نحن قصرنا مع أنجلي وما أخذناها مشاوير أبداً، عم تضل بالبيت. إيه منروح كلنا مع بعض وأكيد رح ننبسط وقتها. مرت أخي، هاي الفكرة حلوة كتير، ايما نروح. اتفقنا، انا رح خبر ماما. خالتي انتي ما رح تروحي؟ ايه مهيك، منيح انه القصة طلعت بسيطة وما انكسرت ايدي اليوم، واكيد انتي بتعرفي انه هيك مشوار انا مستحيل روحه على حالي. انا رح روح. مرت اخي، انا رح جهز حالي وارجع. سوراج حبيبي، أنا طالعة معهم مشوار. أنجلي شوفي، ليكو طلعوا الحديقة شو حلوة. خدي هاي، دوقي. حلوة مو هيك؟ على مهلك شوري، شوفي هاي المنطقة شو حلوة. كلي معنا دوني. انت كلي خلص، طيب كلي. انت مبسوطة؟ يا ريت لو نهال معنا. فيكي ونهال راجعين بعد يومين، بس يرجعوا منروح كلنا مشوار تاني. أنجلي، نحن لازم ناخدك على السوق مشان نشتري لك تياب جديدة. شوريا على السوق؟ منشان هي؟ انتوا تسوقوا وانا برجع لما تخلصوا، ماشي؟ ايه ما هيك، خدي انجلي على السوق، انا ودولي رح نرجع لاني تعبت من المشي اليوم، وانتوا ما رح تحتاجونا طبعا لانه ذوقك كتير حلو. ما هيك تسوقي انتي وانجلي. باي انجلي. باي شوريا. باي ما هيك. باي. يلا خالتي. لو سمحت خليني ازعل عليك.
ايش سعر هاد؟ عليه عرض ب50. طيب وهاد؟ ب100. طيب ما في منه اسوأ؟ بلا طبعا في كل الالوان. انجلي إيه اللي لي شو رايك فيه؟ انا عجبني كتير. انا بظن انه هاد احلى. هذا بسيط كتير، لازم تلبسي لبس عصري يعني مثل هاد. لا مهيك، هيك فستان ما رح يزبط لانه ما رح يطلع حلو علي. مين قال هذا الحكي؟ كلامك مو مزبوط لانه رح يلبق لك اكيد. طلعي هاد احلى ورح تطلعي فيه مميزة. لا مهيك، هاد كتير بيلفت نظر، هاد منيح. واضح انه ذوقي مو مثل ذوقك، بس اذا انت حبيتي كتير فيكي تاخدي. فكري منيح بالاول. انا قررت. انجلي لا تزعلي، بس برايي كان لازم تشتري فستان غير هاد لانه موديله بسيط وقديم. لا مرت اخي، انا حبيته كتير لانه بسيط. مهيك امتى رح يجي شوريا؟ هو على الطريق هلا. ليك وصل. حطهم عندك. سوراج انت لازم تتصرف. كل هدول اشتريتو؟ مو عارفانة اذا حلوين. بكرة الصبح تعال على بيت كنا، ماشي؟ انجلي شكراً كتير إلكن لأني أخذت من وقتكن اليوم، دلهي بتجنن، شكراً. المهم إنك انبسطتي. أنا طالع غير ثيابي. أكيد أنت جوعان، أنا رايحة أحط العشاء. أنتوا رجعتوا؟ وكيف كان السوق؟ منيح ماما. جبتي ثياب؟ يلا ورجيني، شو جبتي؟ ماما ما في شي مميز. انتي معك اكياس، معناها اكيد اشتريتي شي يا بنتي. بس ليش زعلانة؟ لا ماما ما في شي، بس تعبانة، رح اروح غسل وارجع. اختي خدي مهك بعتتن. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.